كيدايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى يا ربي يلاقيكم هذا الفيديو بخير على خير في احسن الاحوال. المهم مش غير تشوفوني بنات حاز ما شعري اعرفوا بلي اليوم كاين واحد الشهيوه ثاني اللي ما غادي نجهزوا للعيد. المهم اليوم هو السبت، كنظن عندكم في المغرب ليله القدر ولا اللي صاموا مع المغرب عندكم ليله القدر اليوم ان شاء الله الى كتاب. ايوا عواشكم مبروكه، نتمنوا يا ربي، وشكرا لكم بزاف على الدعوه ديالكم، شكرا لكم بزاف على الكومونتات ديالكم الزوينه ليه اللي خطيكم عليا. المهم هذا الصراحه اول مره نلبسو، كنت جبتو معايا من المغرب، كنت جبت معايا بزاف منهم الصراحه. هما يطلعوا ملي مشيت المغرب هما كانوا طالعين جداد، خديت ليا وخديت لحماتي حتى هي منهم. وهذا الشيء الكبير ديالهم اليوم ان شاء الله غادي نجهزو اختي العيد، شي حلويات هكا بسيطه مي كيجيو رائعين. ونشارك معكم البنات كلشي بلا ديتاي. وهذا ما كان، ما لقيتو اليوم فطرنا صح، اليوم درت فطور ساهل مهلا كما عارفين اواخر ديال رمضان الواحد كيبقى مشغول مع التوجيه ديال العيد، الوليدات خصو يكسيهم. قلت لكم اليوم درت اختي غير فطور ساهل، درت غير هكا دجاج صوتي في المقيله صافي كاين الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ان شاء الله يفرج الله. وهذا ما كان حبيبات ديالي، يلاه خليكم معايا ما تمشيو فين. المهم كبيرات ديالي، اول حاجه نشارك معكم اختي المقادير. المهم هنايا انتم بداتي ندير لكم الحساب بالضبط، هذا الميزان الله خداه ليا علي مسكين جديد اليوم حيت الاخر اللي كان عندي تخسر ليا البنات. المهم هنايا عندي 250 غرام ديال الكوك، عندي 250 غرام ديال السميده، انا غادي نحتاج البنات الكونفيتور ديال المشماش، كيبقى اختي اذا بغيتو تضيفو ضيفو ما بغيتوش. المهم كيجي زوين الصراحه فهاد الحليوه. هنايا عندي نشا البنات، عندي هنايا هذا نكهه الحامض حتى هي بغيتو تضيفو ضيفو، انا الصراحه بغيت النكهه ديال البرتقال مي ما لقيتهاش. وهنا عندي الملحه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السيده، طاسه البيضات، 250 غرام ديال 250 غرام ديال الكوك. المهم عندي قشور ديال جوج حامضات، وعندي عندي قشور ديال برتقال وحده. المهم هادو خلطتهم مع بعضياتهم بحال هكا، هما اللي غادي نضيفهم لما ان شاء الله. البنات هنا اول حاجه اختي نحتاج البيض، طاسه البيضات طبيعة هادشي كامل بحرارة المطبخ، غادي نضيف هنايا السكر والزيت، غادي نضيف ثلاث المعالق ديال النشا، غادي نضيف هنايا واحد جوج معالق كبار ديال هذا مربى ديال المشماش، يكون من هاد النوعيه الزوينه البنات، يكون عاقد مزيان بهذه الطريقه. قشور ديال الحامض والليمون حتى هما ضفتهم، شويه ديال الملحه، نضيف نص كمية ديال الكوك تقريبا، وغادي نضيف هنايا النكهة ديال الحامض، كتجي الصراحة زوينة، نزيد شوية مزال حيت كتجي الصراحة زوينة في هاد الحلوة. صافي البنات من بعد ما ضفت هنايا تقريبا كاع المكونات، بقات ليا غير السميدة والخميرة وشوية ديال هذا الكوك البنات. المهم دابا نخلط هادشي مزيان في العصارة. انا على بالي كنت كنصور لكم، المهم دوخاتني رويا. المهم هنايا حطيت الكميه ديال الكوك اللي كان بقى ليا، وحطيت هنايا 250 غرام ديال السميده، وحطيت ساشيه ديال الخميره الحلويات البنات. صافي دابا عاد باش غادي نضيف الخليط الاخر حتى هو اللي ديجا طحنا هكا في الطحانه ديالنا. دابا هادشي خلطناه مزيان وكلشي، غادي نضيفو عليه هاد الخليط، هادشي فيه واحد البنات واحد الريحه يا سلام. المهم انا عندي هاد القصعه صغيره. بالنسبه للنكهه ديال النكهه ديال البرتقال بامكانكم تعوضوها بالنكهه ديال الفاني. المهم نتوما
كيبقى على حسب شنو كيعجبكم البنات. المهم كنجمعوا غير بالاصابع ديالنا، ما كنعجنوش هذا الشيء، هي كنجمعوها صافي من بهذه الطريقه. بالنسبه للمعلكه ديالنا ديال الكوكو السميده كنجمعوها، ما كنعجنوها ما حتى شي حاجه البنات، كنعاود نقولها لكم. كنجمعوها وكنغطيوها بشي سلوفان ولا ميكال البنات، وكنخليوها ترتاح واحد نص ساعه حتى ساعه. كل ما ارتاحت الصراحه كل ما كتجي زوينه. المهم ماكسيموم ساعه تخليوها ترتاح، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم ونخدموا الشكل اللي غادي. انا خصني نجمع هاد الروينه، شو هاد الشيء وراء الكواليس انتما يا اختي. المهم البنات لقيتوني دابا اختي جلست شويه. المهم قبل ما تبداو تخدموا المعلكه ديال الكوكو السميده ضروري تشعلوا الفران يسخن قبل على 200 درجه طبيعه الحال تحت الفوق، وكتحطوها في الرف الاول البنات بما هكا تحلات لينا المعلكه ديالنا، وعاد باش كنحطوها لتحت البنات. المهم تقريبا ديك 5 دقائق تخليوها في الرف الفوق، وكذلك شي 6 دقائق عاود لتحت وصافي. هي صراحه ما كتاخذش وقيته بزاف، كتاخذ ديك 15 دقيقه ميم با الصراحه. خصكم تبقاو رادين معها الباب حيت باش ما تطيبش بزاف وما تقصعش لكم. فوالا هادشي اللي كاين كبيدات ديالي، ما بقيتش يلا دابا نروي العشاء ديالها حيت ما عنديش الوقت، خصني نمشي نعس لبنتي باش تبقى بنفس السيستم ديالها. وهنايا عندي السكر كلاصي. المهم نتوما الا كان عندك وقت في الصباح ديروا احسن لكم صراحه، ما كرهت انا كون كان عندي الوقت صراحه في الصباح كون حيدت عليا الحلوه. حتى غدا ان شاء الله غادي ندير الصابري، غنحيدو عليا على النبور، غنفيق شويه بكري وندير اختي الصابري غدا. وهنا عندي سكر كلاصي يكون سبيسيال البنات باش يطلع زوين في هذه المعلكه ديال الكوكو السميده. وصافي البنات يلا دابا نبداو اختي. ها انتم شوفوا الفران، راني شاعلاه على 200 درجه تحت الفوق، ما داير لا فراره لا والو. كيف ما قلت لكم ضروري الفران حيت فيها البنات السنيده عكس مي كيكون اللوز. كل وحده 18 غرام، وهنا غادي ندير 19 غرام كيف ما طلعت الاولى هكا غادي نديرو لها. ونحطو هنايا مزيان هكا في السكر. مهم البنات نسيت ما قلتش لكم باللي السكر كلاصي ضروري خصو يكون سبيسيال، الا ما كانش سبيسيال عندكم حاضر في الدار ديروا ليه معلقه ديال نتا الكميه اللي غادي تحتاجو. انا صراحه ندم معايا الحاجه قلت غير كون درتو حيت ما كانش غادي ياثر نهائيا على السكر كلاصي، واخا هذا اللي خديت انا من النوعيه اللي زوينه. المهم البنات دابا غادي نهرس شي شويه الحلويات ديالنا بهذه الطريقه. ممكن نحط ديا شويه فعلا في السكر كلاصي باش يبقى لاصق. المهم درتهم كامل البنات 19 غرام صافي. دابا غادي ندخلهم الفران واحد 10 دقائق ونرجع لكم. المهم اختي راه درت الطاوله الاولى وراهم على الطاوله الاولى عفاك. شوفوا ما شاء الله المعلكه ديالنا كيف خرجات. ايوا ها انتما هي هذه الطاوله الثانيه تبارك الله، هنايا تخرجي شي ثلاث طاوات ولا اكثر. هذه الصراحه من بغينا ناكلو منها حتى دابا يعني قبل ما يجي العيد، راه بقى لي غير ديتهم يوم السبت حتى ثلاث ايام بلي هاد الحلوة غادي نساليهم نشوف الشعر ديالي بيلي. المهم كنزرب دغيا حيت وقيتة ديال الرويا باش تنعس. المهم كل وحدة كيف ما قلتليكم دايرة فيها 19 غرام. الفران راه طايب ما شاء الله، الشو رجع عليه. اه تقول يو سلمي نتوما شوفوا ما شاء الله، شوفوا عاود ثاني هذا. المهم هذو الاولين خليتهم بالعاني يتحمروا لي شي شويه حيت البنات
عزيز عليا صح يكونوا محمرين. ودابا نحلي معاكم وحده عاد ما يمكنش البنات شحال معلكين من الداخل ما كيجيوش قاصحين نهائيا، واخا كيتحمروا مثلا نسيتوهم ولا شي حاجه ما كيقصحوا ما حتى شي حاجه. المهم كبيره ديالي رجعت لكم ماما شوره عيانه واخا ضحكه ولكن عيان ديال بصح، ولقيتني الله تعشينا وصوبت واحد البريد ديال اتاي، واليوم انا عسره يا بزاف استنكشي فبغاش الناس ليا تعندت معايا اليوم قالت لك ما بغيتش الناس. دابا فضلاج ديال رويا ما ولاو كيتعان، فضلاج ديال رويا ولاد الصغار كيتعاندو بزاف بزاف صوتو في الناس. ايوا هادشي اللي كاين البنات طلعت انا الصبر حتى ما كان. المهم هانتوما يا لالا صراحة جيت ندير لكم هذا الفيديو على ودي حلوة ميمكنش البنات شحال كتجي خطيرة ميمكنش وحتى ليكا ميمكنش عرفتي شحال رطيطة بغيت نفرطتها كاملة. شوفوا ما شاء الله معلكة ديالها بصح وكتجي في لوكو ديالها كي في الطعم ديالها الصراحة كيجي خطير البنات. كيف ما قلت لكم بالنسبه للنكهات يمكن لكم نتوما ديروا اي نكهه كتفضلوا، مي هذا الميكس اللي درت انا اللي شاركت معكم كيجي خطير البنات وغزال الصراحه ما تشبعوش منه. وجرب وقول لي الراي ديالك الصراحه. صافي دابس نو ما جات نو والله وين عطينا الرويه الضوق وحده هذا قلت لي يعطيني يعطيني مازال ما معطيني. يلا سلم لي هذه عجبتك؟ كبيرة جدا. شنو هذيك؟ جديدة رهيب. لا يجنن يجنن يهبل هذا الشيء زوين بزاف جوك بزاف 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 جوك جوك. يلا قول لهم انت دوي معهم سالي معهم الفيديو قول لهم طلب راسكم نعم طلب في راسكم باش ما نخلص فيديو لا بعد حلوة تاني انت اش من حلوة سيسير انت الغد ان شاء الله ودير الصابلة طلب في راسكم ان شاء الله لا حلوة تاني نلتقى معك يلا تلو رؤيتكم تصحى على خير باي باي.